في خطوة جديدة وهامة لتعزيز مكافحة الفساد، انضم لبنان إلى البلدان التي تمتلك هيئات متخصصة، وذلك بعد اعتماد القانون وتعيين أعضاء الهيئة. هيئة مكافحة الفساد اللبنانية هي هيئة مستقلة يتم تعيين أعضائها لمدة 6 سنوات وفق آلية تقلص من المحاسسة، ولا يجوز إقالتهم إلا في حالات محددة حصرا في القانون. هيئة مكافحة الفساد لها صلاحيات متنوعة، منها 3 صلاحيات رئيسية. أولا، التقصي في حالات الفساد وإحالة ملفات بشأنها إلى السلطات المختصة ومتابعتها مع هذه السلطات، كما أن لها دور وقائي في منع حدوث الفساد في القطاع العام وفي القطاع الخاص، كما أن لها دور تثقيفي وتوعوي في المجتمع بما في ذلك المجتمع المدني وكل الأطراف المتدخلة. سيكون في المرحلة القادمة لهيئة مكافحة الفساد اللبنانية دور هام لكنه ليس حصري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك كجزء من منظومة متكاملة يتعين إرساؤها في لبنان.